تشدني علي المام جبينك ما راح ينحني تعالى رايات الله الله زي الساحات الله الله شامنا يا حكاية حب وياسمين شامنا بحناية رب العالمين أنا بدي رجع على نجاح يا عمو. ها هلا هذا اللي طلع معك بدك ترجع على نجاح؟ إيه هذا اللي طلع معي. هلا أنا عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لا يا عمو أنا عم أحكي جد وجد الجد كمان. أجدى والله أجدى يا عمو. نحن ظلمناهن كتير لبيت أبو جميل. ما ظلمنا حدا. لا ظلمناهن وكتير كمان. أنت يا عمو أجدى وأعمى كمان لأنه محبتك لنجاح بنت أبو جميل عمتلك عيونك عن عمايلهم اللي عملوها فينا. تركي يا عمو تركي على راحته مطيع ماله صغير وبيعرف مصلحته. حتى انت وردة يا عمو تركونا نعيش حياتنا. انتوا عشتوا حياتكم خلونا نشوف حياتنا بعيوننا مو بعيونكم. شو صاير عم تسمعينا حكم وردة خانو؟ لازم ما يعجبك كلامي يا عمو لانه اللي شفتوه انتوا لسه نحن لا شفناه ولا عشناه. منيح حيرتي يا بعض مثل لسانك. ايه شو قلتي هلا يا عمو؟ بدك تروحي انت ترجعي لي اياها لنجاح؟ ولا لاقي حدا غيرك يرجعها؟ شو؟ بدك تلاقي حدا غيري كمان؟ يا عمو انا بدي اياها لنجاح وباسرع وقت، وهذا اللي عندي. ربو وتعبو. لك اهلين يا عمو، لك اهلين. لك أهلين يا حبيبي. لك أهلين يا هاشم. أهلين فيني من عيوني حبيبي. حبيبي والله اشتقت لك يا مين. صرت بكي عليك
وانا كمان اشتقت لك وتعذبت كثير حتى اشوفكم. يا رب اشتقت لك. ماشي اشتقت لك. اشتقت لك يا تاج راسي يا نور عيوني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويرضى عليك يا باشا. الحمد لله اللي الله كرمني وشفتك. عندي رجعتك بتسوى الدنيا وما فيها. الله يخلي لي اياك يا تاج راسي، يجعل يومي قبل يومك يا رب. الحمد لله على سلامتك اخي ابو هاشم. اهلا وسهلا يا اختي. هي كريمه رفيقتي ابن عمي، لولا فضل الله وهي كنت هلا مالي عايشه. هي اللي خلصتني من ايدين هالكلاب. كتر خيرك بنت اصول، والله يقدرني اني ارد جميلك ومعروفك معنا. انا ما عملت غير الواجب يا اخي ابو هاشم. ابن عمي بعد اذنك كريمه بدها تبقى عنا. ضيفك ضيفي يا ابو هاشم، والضيف ضيف الله. واذا ما وسعتها الارض تسع قلوبنا. كتر خيرك يا اخي ابو هاشم، كتر خيرك. ما فهمت عليك ابو صخر؟ في مين يدلك على الحارة وعلى بيت ابو هاشم بالذات؟ منو هاد؟ دعدوش. هلا دعدوش بيعرف بيت ابو هاشم؟ بيعرف الحارة شبر شبر. مشي، معناتها انا رح فوت على الحارة. لا يا ابضال، انا ما بنصحك تفوت على الحارة. ليش بقى؟ لقلك ليش؟ شنو الحارة بيوتها حيطانة عالية وما بتقدر تنزل من فوق. لذلك لازم تفوت من بابها، ومن بابها ناس بتشتل عليك ويمكن تروح فيها. ايوه شو رايك يا بي؟ مثل ما عم يحكي ابو صخر، اذا بدك تفوت على حارة القصاب اضرب لك كم دكان من هالدكاكين وفوت على كم بيت من بيوت هالزناقيل عشان تصير الفوتة محرزة. وانا شو بدي بالدكاكين يا بي؟ انا بدي ام هاشم وبس. ابو ديب وابو صخر رح يساعدوك بالفوتة على حارة القصب مثل ما ساعدتهم لما عملت لهم أكلة. ولا شو قلت يا أبو صخر؟ ايه معلوم معلوم أبدعاس لعيونا. أنا وأبديب خدمتكم. أبو صخر ما بدي إياه إلا بشغلة واحدة وبس. خدامتك يا بضاي شو هي؟ بس تخلص سهرتنا يبقى بخبرك شو بدي منك وكيف حفوت على الحارة. ايه الله يرحمك يا أخي. الله يرحمك. الله يرحمك ويحسن إليك. آمين يا رب. الله يرحمه. وشو بدك تعمل مشان حرمة أخوك المخطوفة عندهم ابن عمي؟ رح رجعها بإذن الله. إيه الله يوفقك، رجعها وبسرعة كمان. بس رجعتها يا أخي أبو هاشم مانا بالسهل، لأنه أنت لحالك ما رح تقدر توقف قدام رجاله لأبو الرجا. أخي أبو هاشم بدك ما تستسهل برجاله لأبو الرجا، خاصة بعد ما عرفت وشفت كيف بيقتلوا الزلمة وهنن عم يضحكوا. وغير هيك معهم سلاح. أم هاشم الفرد تبعي موجود ولا انسرق مع المصاري؟ لا لساته موجود ابن عمي. كتير منيح. بس الفرد ما رح ينفع قبال البارودة بشي. بس لازم نرجع، وكمان كريمة معها فرد. من وين الفرد اللي معك يا أخت كريمة؟ شو شو بلا؟ يعني معقولة أنت هيك لفوتة ولا طلعة لا حدا عم يشوفك ولا عم يشوف حدا؟ والله الدنيا مسكرة بوشي يا عم يا أبو عامر، مسكرة وماني عارفانة أنت رح تفتح وارتاح. لا وليش مسكرة بوشك؟ احكي بركي بنقدر نفتحها معك. يمكن ما تقدر عليه. لك احكي. أنا شو أنت؟ عمي لازم نعجل بفوتتنا على جماعة أبو الرجا. أيوه طب شو خص هي باللي مسكر بوشك؟ هي هي قصتي وهذا اللي مسكر بوشي، وإذا فتنا على جماعة أبو الرجا أنا برتاح. بدك الصراحة؟ والله ما عم بفهم عليك. يا عم يا أبو عامر، خدني على قد عقلي. لا لا، أنا ما رح أخذك على قد عقلك. احكي لي شو اللي شاغل بالك. بعدين تعرف عمي بعدين. وليش مو هلا؟ هلا صعب كتير عمي. وهذا السر ما رح يطلع من هون إلا مع الروح. ايوه حقك. طب قل لي مشان شغلك شو بدك تضل هيك قاعد؟ لا كنت اشتري دكانة المرحوم رشدي، بس شكلها هي الثانية مسكرة بوشي.
لا لا ما في مشكلة، نشوف لك دكانة تانية. لا عمي لا، أنا أجلت القصة شوي. ليه؟ والله عم أفكر أرجع بيع حليب بالحارة. حليب؟ والرزق شلون بدك تجيبه؟ بجيبه من ضيعتنا عمي. أيوة خير إن شاء الله. عمي أنا جيت لعندك مشان أقول لك بكرة كتب كتاب غريب. أي ألف الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله عقبالك يا رب. تسلم. مشان هيك بدي إياك تكون موجود حتى تكون شاهد. أي بتشرف عمي. الله يديمك. يا الله تصبح على خير. الله معك. لا يا خير، شرفت يا عمي أبو عامر، شرفت. أهلين. لا ما عرفت. هلا انت يا جميل وما تعرفي شو بده ابني. انت اللي لازم تعرف شو بده يا ابو جميل. قال بيقول المتى. ايه شو بيقول المتى؟ ان كبر ابنك خاوي. والله انا خاويته ولا صبري. ايه بس ما خاويته مثل ما هو بده. هلا قليلي قليلي شو بده؟ بده يتجوز فهمية. ايوه هو هيك قال لي؟ هيك فهمت منه. ايه ماشي. شو رح تعمل مشانه؟ قلت لك ماشي يا جميل. ما بتفهمي شو معنات لما قلت لك ماشي؟ ماشي ماشي. انا ما رح اسمح له لفهمي يطلقك يا بديها. شو انه بكفيني اختك في ريال مطلع مشان ما صيروا تنتين مطلقات قاعدين بالبيت. بس ابوك هيك بده يا اخي. فهمي من يوميتها ما عاد اجى لعنا على البيت. رح يجي اختي رح يجي. وابوك من هون رايح ما رح خليه يتدخل فيك ابنه. شنو انا ما بدي اياك تطلقي من فهمي؟ ومن بكره من على بكره رح خليه لفهمي يجي يتغدى عنا بالبيت. ربي ما يحرمني منك يا اخي. الله يجبر بخاطرك يا رب مثل ما جبرت بخاطره يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا ما جيت. ارياسو تفضل كلك صعب فوق. ان شاء الله دائما. شلونه مازي؟ اهلي حامد. شو هذا عزو؟ كترانة جياتو عالحارة؟ وشو قصدك بكترانة جياتو عالحارة؟ قصدي بلنا بالعادة نشوفه بالحارة كتير يعني. شنو من وقت ما ترك الحارة هو حرمته ما عاد شفنا عنا، ما عاد شفنا خلقته. هذا حبيب رجع يتصالح هو وابوه من اول وجديد، وشكله بده يرجع يسكن عنا بالحارة. هزوا بدنك على سيرة ابوه. ابوه لأمتى بده يضل مسكر الدكان؟ هذا العلم عند رب العالمين، لأنه شغلته ما قليلة بنوبلك حامد. الله يعين كل واحد على بلواه. آمين. روح ماجد اعمل لي صحن فول خليني اكسر السفرة عندك. بس على كيفك ها. مو تكرم عينا. الله معك ابن عمي. الله يستر لك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو يا ابي ما شفته للمحامي؟ لا والله ما لقيت حدا يروح لعنده. خلاص ولا يهمك، انا رايح لعنده. اعوذ بالله، انت ما بتروح لحاره ابو صخر بنوب. انا بذات نفسي رايح لعنده. مع السلامه ابن عمي. الله يخلي لنا اياك يا رب. الله معك يا ابي. يا رب يدقي لك تحل عسيرها يا رب. كرامه لحبيبك محمد. ادعي لك ادعي لك ادعي لك من كل قلبي. الله يا رب يحرم عليها الارض القاسيه والعبيد العاصي يا رب يا رب. ابو عزو ابو عزو حكينا. ابو عزو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله ما احب ما يرد. لو صاير معي مثل ما صاير معه وحريمي مسجونين بالقلعه كنت هجيت برات الحاره وما ورجيت وشي لحدا. ولا شو بدك مني انت؟ انا جاي اسالك عن مرزوق. شو بدك من مرزوق؟ سمعت انه بده يبيع البيت. وانت من وين سمعتها؟ كداس اللي قال لي. شي شو هالحكي يا الله وكيلك. هو قال لي. ليش بده يبيع بيته؟ ما بعرف، بجوز بده يشتري بيت اكبر. شي ليش هو معه مصاري لحتى يشتري بيت اكبر من البيت اللي ساكنه؟
وانا شو عرفني؟ ما بيحق له يبيع بيت اهله، شنو اخواته البنات لهم حق عنده بالبيت. وبركدا عاطيهم حصصه؟ لا مو عاطيهم. انت ادرى براتي. بعدين لنفرض عاطيهم. انت شو بدك من مرزوق اذا كان بده يبيع بيت اهله؟ يعني انا قلت لحالي بركدا بتساعدوني وتشتروا لي البيت احسن ماني ساكن بالاجره. لك ما انت ساكن ببيت وماشي حالك، ونحن مو مقصرين بدفع الكري، بعدين في غيرك ناس احق منك نشتري لهم بيت. يعني عدم مؤاخذه مين احق مني؟ هلا ابو جواد روح على شغلك ولا تفكر حدا يساعدك، ونحن بهيك حاله. يعني شو بفهم منك هلا؟ بفهم من... الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالسمعة هاي؟ لك شو هالسمعة؟ لك لهلك عيون عم تشتغل؟ مو اليوم عرسك لك غريب؟ لا شو دخل كتب الكتاب بالشغل؟ ما بصير تتعب اليوم عرسك؟ لا مو اليوم عرسي. لك انا امتى؟ ايش شو بيعرفني؟ ما بتعرف يعني؟ مستنى المعلم ابو عامر ليقلك شو بدك تساوي؟ لك كداس. هلا انت شو بدك كثر الحكي اه؟ ما بدي شيء الله وكيلك، انا بدي افرح لك بس. ايوه تسلم سيدو. خذ راحتك وقد ما فيك اسحاب من المعلم مصاري، بس وحياة عينك ما رح تتهنى بهيك جوازة، شنو انت ما رح تقدر تعيش معها. ولا ما عم تفكر إلا بسرقة المعلم أبو عامر؟ شلونك كاملة؟ اجيت ابن عمي؟ جيت. بدك تطالعني من هون؟ هادي هادي. بوس بوس رجلك طالعني من هون. خلاص لا تحكي اليوم، والله لطالعك. امتى يا ابن عم؟ امتى؟ بس لحتى نعرف مين اللي حط السم بالاكل تبع زهريه وماتت. اقسم بالله العظيم انا ما حطيت الا السم، ولا بعرف اصلا شلون وصل على غرفتي. وانا مصدقك لك والله مصدقك، عشان هيك انا جاي لعند منك حتى طالعك باسرع وقت. شلون بدك تطالعني؟ اللي يا سيدي شلون؟ اسمعيني كامله، بدي اعرف مين فات على غرفتك ليله العرس. كيف يعني؟ انا شاكك انه في وحده من الحريم هي اللي جابت السم معها وحطته بالاكل، بعدين فاتت على غرفتك حطته تحت الفرشة مشان تبليكي. ايوه مشان هيك لازم تخبريني عن كل وحدة دخلت على غرفتك لتغيرها وعيها، يمكن ندقس عليها لنشوف مين اللي بلاكي هالبلوة. كتير نسوان فاتوا غيروا اوعيهم بالغرفة. كتير منيح. مين؟ يعني بخاف نظلم شي حدا منهم يا ابن عمي. لك شلون نوصل الحقيقة؟ يعني شو؟ يعني اعطيني اسم وحده فاتت على غرفتك بالغرفه لحتى نلقط راس الخيط. رح اقول لك على اسم كل وحده فاتت لعندي على الغرفه وغيرت اوعيها. احكي عم اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابو ادهم. اهلين اهلين عمي براتب. اهلين وسهلين. لا تنسى اخر النهار تمر علي مشان تاخذ المعلومه تبعك. الله يكثر خيرك ويعطيك بالعطاء يا رب. خير الله عمي خير الله. تأمرني شيء؟ الله معه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مرزوق. يا علي شفت لي ابو عامر وين راح؟ لا والله ما شفته. شيخ وين بده يكون راح؟ ليكون بالبواكية. لا مو بالبواكية تبعه. اسألك عنه؟ مين بدك تسأل؟ البواكية شغيلته إلا ما يكون عاطيهم خبر. لا 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 روح التهي بشغلك. روح عمرة. لك مرزوق. ايه مالي. تعال شو تعال من حق بدك بيع بيت أهلها. وانت شو عرفك؟
مين اللي قال لك؟ ابو جواد دري من قداس. قداس؟ ايه قداس قايله لابو جواد، وابو جواد نشر الخبر بالقهوه. بقى الحكي هذا مزبوط ولا لا؟ مزبوط معلم مزبوط. شلون مزبوط؟ البيت مولى. شو نسيان انه اخواتك البنات لهم حصه بالبيت مثل ما لا؟ لا 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 مالي نسيان، انا مشان هيك بدي بيع البيت مشان اعطي الحصص لاخواتي البنات على حياه عيني يا معلمي. شلون هي بقى؟ قرب لي اياها. معلمي انا بدي بيع البيت مشان اعطيهم حصتهم وما خلي علي شيء. شيء؟ وانت وين بدك تسكن؟ بشف لي بيت صغير على قدي او بستكري لي شيء بيت ململم، لانه ما بصير اسكن انا ببيت كبير وما اعطي حصص لاخواتي البنات. والله اذا كان هيك معك حق. حلو الكلام. تعرف انك برت بعيني لك مرزوق؟ خدامك يا معلم. لازم اخواتك ياخذوا حصصهم. شنو هدول عوائل وامان برادتك للمرزوقه. معلومه معلمي معلومه، مشان هيك رح ابيع البيت واعطي كل اخت من اخواتي حصتها. عفارم عليك يا مرزوق، عفارم عليك. الله يخلي لنا اياك. روح شوف شغلك، روح. بامرك انا. عم تساوي هون ولا بعزو؟ ما تجاوب؟ شو لسانك اكل القط؟ ابو ديب مساح وشك بالرحمن وصلي على النبي، انا مالي ناقصك. ها لقي تعمل لي كفين بطريقك، شو رايك؟ ما رح رد عليك. لا بالله يرحم امواتك تعمل لي كفين، بستاهل انا. ابو ديب يرضى عليك، انا جاي لعند الاستاذ فهمي ماني جاي لعندك، كفيني شرك. ها لا سيدي ما حذرت، ما حذرت لا انت ولا الاستاذ فهمي. طلع على رجليك احسن ما طلعك محمل على افاك. ابو ديب خلصنا بقى. ولك هذا من حاره القصب، واوامر العقيد انه ما حدا بيفوت على حارتنا من حاره القصب. مثل ما سمعت الرجال جاي لعندي مو لعندك. ولك على راسي بس يا ابو ديب، ابو عزه جاي لعندي، يعني هو بحمايتي ما بسمح لمين ما كان يقرب ناحيته. عم تفهم؟ ولك يا استاذ فهمي، ولك هذا من حاره عدوينا، ما عم تفهم؟ ابو ديب خلصنا شيء؟ شرف عمي ابو عزه شرف. الله يزيدك شرف يا ابني. بس هيك بده يزعل العقيد؟ ها عمك العقيد ابو صخر كثير رح يزعل. اي ماشي، انا بتصرف مع عمي ابو صخر، انت لا تدخل. تيسر. رح تيسر. شرف عمي شرف. يا الله يا الله. يا ميت اهلا وسهلا بابا عزو، شرفت والله. الله يسلمك يا استاذ فهمي، يسلموا ايديك. اهلا وسهلا فيك، شرفت. ايه يا ابو عزو، شو اسباب الزياره؟ بصراحه يا استاذ انا جاي لعندك مشان تساعدني. انا مالي غير الله وانت يا استاذ. خير ان شاء الله خير. بشو بقدر ساعدك؟ بدي منك، بدي احكي. احكي يا ابو عزو احكي، لا تخاف، انا محامي مثلي مثل الطبيب، لازم اعرف لعلي لاقدر اوصف لك الدواء المناسب. بعدين اطمن سرك كبير وما بيطلع لبرا باذن الله. الله يجبر بخاطرك يا استاذ، الله يجبر بخاطرك. بصراحة إياك تساعدني طالع بنتي من سجن الأعمى. وأبو عامر ما وكل لمحامي؟ خليها في القلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. المهم هذا اللي صار يا أستاذ. طيب أبو عزو طيب، احكي لي القصة من أولها وبأدق تفاصيلها لأعرف شو بدي أعمل. حاضر أستاذ، أحكي لك القصة. شو ابو عزه فات على الحاره؟ اي والله يا عقيد فات على الحاره. ابديب لا انت ما بتستحي، لك شلون بتخليه يفوت على الحاره وما بتطلعه منها فورا؟ قلعته عقيد ورحمه الميمي قلعته. بس بس شو احكي؟ سهرك الاستاذ فهمي هو اللي حاشني عنه، والا بشرفي كنت طلعته محمل من الحاره. وليش صار يعمل هالشيء؟ ويا ريت عمل هيك وبس،
أخذوا لعنده على بيته. لحظة، معقولة؟ دخلوا على بيته؟ لك شو استضافة مين؟ مخستخ أعلو يعني؟ والله مخستخ على الأخير يا عقيد. يا حوينت الخجة فيه؟ يضرب هو والخجة اللي درس فيها. يا بي طول بالك، خلينا بالأول نشوف أبو عزو ليش إجا لعند صهري. شنو مثل ما بتعرف فهمي محامي. نقبل وش كان محامي؟ وش كان محامي؟ ما بصير يفوتوا على الحارة ولا يدخلوا بيته. وين بده يلاقي يا بي؟ وين بده يلاقي؟ بشوفه بالضراب السخن، شوفه بحال قرب برات الحارة. طول بالك يا بي، خلينا بالأول نشوف أبو عزو ليش جاي لعند منه. نقبل ما بصير، ما بصير فهمي يتصرف هيك تصرف، ما بصير يستقبل واحد من حارة غريبي وعدوي، ما بصير يفوتوا بيته. شو الحكي هاد؟ أنا قلت له هذا الشيء عقيد، ربي يشهد علي قلت له هذا الشيء، بس هو ما رد علي، وأنا عملت لك كرامة عقيد، عقيدنا أنت، بعرفه صهرك يعني، ولا كانوا اثنيناتهم مسلوتين برات الحارة. خلصنا أبو ديب، خلصنا، شو بلا شيء؟ خلينا نشوف أبو عزو ليش جاي لعند فهمي، بعدين بنحكم عليه. ماشي يا أبي ماشي. رح نشوف أبو عزو ليش إجا لعند صهرك فهمي. وش كان شيء ما خلط مشطي، بدي هزه هزة لا قبل ولا بعد هذا فهمي الواطن. يا أبي أنت روي، روي وما بصير غير بدك إياه. وقت بيروح ابو عزو من فهمي بنفهم، انت بس روي. ماشي تنشوف، راح روي. صبه يا ابني صبه. حولها على سجن القلعة، انا على ذمه التحقيق. ومن هذاك اليوم لهاليوم يا استاذ وهي قاعده ومكسور خاطرها وخاطري انا كمان. ليش ما اجيت لعندي من الاول؟ هذا اللي صار يا استاذ. شغلتك عويصه ابو عزو. شو يعني استاذ؟ ما في امل تطلع بنتي من السجن؟ على شي الجيره يا استاذ، شوكتي انكسرت قدام اهل الحاره، ما عاد في احكي مع حدا ولا اسلم على حدا، مشان هيك سكرت دكانتي وقعدت بالبيت لا طلع ولا فوتي، خايف من نظرات الناس ومن كلام الناس، عم بحس فيه مثل سكاكين عم تورز بقلبي. طول بالك، طول بالك ابو عزو. شو طول بالي يا استاذ؟ القصة هاي كسرت ظهري وقللت من قدري وقيمتي قدام الناس. بعدين اللي قاعدة بالسجن هي بنتي، لحمي ودمي، شرفي وسمعتي. انت بتعرف يا استاذ شو معناتها اذا كان بنت دخلت السجن؟ ما كلام الناس ما بيرحم. بعرف ابو عزو بعرف، وان شاء الله رح اعمل جهدي لتطلع من السجن. يعني في امل؟ ان شاء الله ابو عزو ان شاء الله، رح اعمل كل جهدي، بس بالاول لازم تعمل لي وكاله مشان بلش شغلي. الله بايدك، انا جاهز. استاذ اعمل لك الوكاله اللي بدك اياها. هلا انا وياك بنروح على العدليه وبتعمل لي وكاله وبتولى قضيه بنتك مباشره مشان ما نضيع وقت. حاضر يا استاذ، هلا بنروح على العدليه وبعمل لك وكاله، بعدين يكون بعلمك مهما كلفت القضيه تكلف رقبتي سداده ولا يهمك. باذن الله بتطلع بنتك من الحبس والباقي بنحكي فيه بعدين. الله يسعد امك يا استاذ، الله يسعد امك. اهلين ابو عزو. شلونك يا ابو راتب؟ يا اهلين وسهلين بابو عامر، وين الغيبه؟ هون. شايفك مو على بعضك يا ابو عامر. لا لا ما في شيء يا ابو راتب، ما في شيء. خير ان شاء الله، وين كاين؟ عند واحد صاحبي من تجار القمح. وهي ابو عزو طلع كمان من بيته؟ لا مثل ما عمل لك. ايه الحمد لله الحمد لله، هاي خبرية حلوة كثير. ايه وكمان لازم نشوفه ابو سليم، حاجة تانية حابس لي حاله، لازم يرجع لحبام ورزقه. الحماك يا براد الحماك. ماشي عمي ماشي، نحكي بنرتب الموضوع. على كل حال أنا راح أحكي مع المختار. ايه شو عليه؟ شوفه وخبرني شو بصير معك. مشي يا كبير، اعتبره صار. شو جابك على حارتي يا عزو؟ أهلين عمي. لا أهلين ولا سهلين. لا يا عمي لا، ليش هيك عم تحكي معي؟ ولا فهمي؟ لك شلون بفوت على الحارة؟ شلون عدوي بفوت على حارتي؟ ما بتعرف انه كل واحد بحارة القصب هو عدوي، ممنوع يعتب حارتي؟ اخزي الشيطان ابو صخر. اسكت انت ها، اسكت، احسن ما حملك كرشتك بايدك.
ترمي برات الحارة، ترمي. ما بصير هالشي عمي، الرجال بيني وبينه شغل، بده يوكلني بقضية. انضرب على قلبك انت وياه برات الحارة، ما بصير حتى بالحارة مرة تانية فهمان؟ أبو عزة ضيفي، وما بسمح لمين ما كان يلي عضيفي، حتى لو أنت بصخور، وشي اللي عم تعمله مع الرجال عيب، عيب كتير. ياب، مش كان مفكر حالك أبو كاتو، بدك تعلمني الأصول؟ أنا أبو الأصول ولاك؟ كلمة تانية بقصر سعلك ها؟ إلي أنت ويا برات الحارة شو؟ كرمال النبي روي يا أبي، نبي روح على شغلك هلا. زين عصري؟ ماشي. شرف عمي أبو عزو، شرف بلا ما نضيع وقت. شرف أستاذ فهمي، شرف. بسيطة يا فهمي، بس ترجع الحارة دبارك عندي. روي يا أبي روي، روي ما بصير غير اللي بدك إياه. خلصنا يا أبي، خلصنا، روى ما عاد في، روى ما عاد في بلوب، بلوب ما عاد في هواء. خليني روح شوف الست شهيرة يا رشاد، بركي بتساعدني. لشو بدها تساعدك الست شهيرة؟ لنشوف وين وصل التحقيق بمقتل بنتنا. زهرية ماتت. خلص. يا حسرتي على شبابها. لما بلق عارف بنتي فكري وين هربت. بعت لي قلت لي أنا ولي على قلبي أنا زهرية ماتت. زهرية ماتت. والله ما عم صدق، والله ما عم صدق. بس وحياتك يا أم سليم دم ما راح يروح أدر. أول ما بعرف مين وراء قتله راح أحسب حساب ما بعد منه حساب. من عمي إذا لقينا فكرية راح تسامحها. فكرية زلتني بالحارة، زلتني ووطت لي راسي، واللي بزلني لازم أحاسبه. معروف شلون حسابي. فكري الموت، الموت. ايه اختي ايه، شفتها وبتسلم عليكم كتير. الله يسلمها ويفك أسرة، المسكينة ما بتستاهل اللي صار فيها. والله أنا اللي محيرني إنه كيف نحط السم تحت مخدة كاملة. يا والله ما عم صدق انه كاملة تقتل زهرية. الحق معك فوزية، كاملة لك اختي لا يمكن تعملها. حلفت على المصحف قدام مني انه ما عندها علم عن السم. طيب ابن عمي شو قالت لك عن الحريم اللي فاتوا على اوضتها؟ حكت عن حريم بس ما بعرف اذا كلامها صحيح. ومين هني؟ حريم بيت ابو محمود. يو هذا اللي قالته. الوحيدين اللي غيروا تيابهم بغرفتها حريم بيت ابو محمود وحريم بيت ابو سليم. لا حول ولا قوة الا بالله. انت شو رأيك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. في شيء احكي لي. ايه ابن عمي في شيء. شو هو؟ في مشكله كبيره بيناتهم ابن عمي. فوزيه شو شهيره خانم ليش ما بدك يعني اقول له لابن عمي؟ هذا يا سيدي بنات بيت ابو معروف وبنات بيت ابو سليم ما بيحكوا مع بعض ولا بيقولوا لبعضهم مرحبا، حتى بالعرس قضوا كل العرس عم بيجاكروا بعضهم. لا حول ولا قوه الا بالله. وحتى كل المعازيم اشترقوا عليهم يا شهيره خانم. شيه شو دخل عيلة أبو محمود بعيلة أبو سليم؟ يو كيف شو دخل ابن عمي؟ ما هو في مشكلة كبيرة بين حريم العيلتين. وشو هالمشكلة؟ هذا يا سيدي فوزية خلصنا بقى ضبي لسانك. حاضر مثل ما بدك شهيرة خانم. هم ضبيته. شو بنا شهيرة لسه كتير؟ شو المشكلة بين العيلتين؟ أخي الشغلة شغلة نسوان، صار خلافات بيناتهم وانتهت بأرضه. إذا شغلة نسوان مالي فيها، المهم نعرف مين حط السم تحت مخدة كاملة، هذا اللي لازم أعرفه. خلص أخي اترك الموضوع علي، أنا رح أعرف لك مين فات غرفة كاملة وحط له السم تحت مخدتها. بس الله يرضى عليكي ما لازم تطول القصة،
كاملة بالسجن ملحوشة بحالتها حالة. إلا ما ربك يبين الحال، وإذا كانت كاملة مظلومة وأنا متأكدة من هالشي رح تطلع عنها. الله يسمع منك، الله يسمع منك يا حق. شبك مطيعة؟ صبي الشاي لابن عمي، صبي. تأمري يا درتي ما توعزيني دخيلك، بس أخذني الحديث. يا بديعة، شبي لازم يطلق. أنت بدك تطلب من الطلاق. وأنا شو عملتي يا أبي لا تطلق؟ مو أنت اللي عملتي، هو اللي عمل. كبران رأسه ورافع مناخيره للسماء. يا أبي شو عمل لك فهمي؟ أنت ما دخلي، أنت بتطلعي وبس، فهمانة؟ يا أبي فهمي بده يعني وبيحبني، وأنا حبك خيب سبع عروس إن شاء الله. وليه؟ عم قلك بدك تطلب الطلاق فهمي؟ يا عم بدك تطلب الطلاق فهمانة؟ بس يا أبي هذا الشيء ما بيجوز. خلاص يا صخر، بعد كل شيء اللي صار انت بتقلي هذا الشيء ما بيجوز. نسيت نسيت شو سوى فيني وكسر كلامي قدام كل هالحاره. يا ابي هلا منروح على المضافه وبنبعت ورا فهمي وبنفهمه انه الشيء اللي عمله غلط وكان لازم ياخذ شورك بالاول. صعب يا ابي، صعب كثير. شنو اللي عمله فهمي؟ صعب كثير وما بيصلح. ما عمله بدك تطلعي، شو فهمت مني؟ يا ابي حرام عليك والله. ولك يا حرام جلدك على عبك ليه؟ انا بدي كلمه بالتقصير، بدي طلعت اسمي لعنه، وانت قراتك كيف تطلع منه فهمانه؟ بوس ايدك تركب، بوس ايدك، خلص ما بصير غير اللي بدك اياه، بس انت روق. رح تلقى هاي الفصعونه تكسر كلامي انا؟ وليه؟ اقسم بالله اذا ما طلبتي منه الطلاق لعبك حياتك فهمانه؟ يا ابي كرمال الله هات ايدك لوشك. ايمك من ايدي. هلا بنروح على المضافه وبنبعت ورا فهمي وما بصير غير اللي بدك اياه. ماشي. ولا لعبت لك حياتك انت وفهمي. اشكرك يا رجال طبعا. قولي على قلبي عليك يا انتي. طيب يا رزاق يا كريم. الله الله الله. علينا عبيدك يا رب. عليك. السلام عليكم. اهلين سياره. يا ميت اهلا وسهلا. شو شايفك رجعت لبيع الحليب؟ اي والله رجعت لمصلحتي. مو على اساس بدك تشتري دكان وتغير الكار؟ غيرت رايي عمي. ايه على بركه الله. قل يا بي ايه تبدي افرح فيك؟ ايه تبدي جوزك؟ الا لخالتك مصافي تدور لك على عروس؟ لا لا عمي، انا غيرت رايي واجلت قصه الجواز. ليش لك يا ابني؟ في احلى من الستره؟ لا والله ما في. خلاص بس رتب هالكم شغله اللي براسي، رح اجي لعندك واقول لك تقلها لخالتي مصافي تخطب لي. ايه الله يقدم لك يلي فيه الخير. لا تنسى تروح لعند خالتك مصافي تعطيها الحليبات، بس ترجع حاسبك فيهم. ولو يا عمي مصافي، نحن ما في بيناتنا حساب باذن الله. رح اعمل برمي على الحاره وارجع اودي لك الحليبات. بارك الله فيك. يلا السلام عليكم. لما علينا عبيدك يا رب. علي لك مو على اساس صاحبنا ترك رفقة الحمير بده يفتح دكان عنا بالحارة ويشتغل. مو طالع بيده شنو ما بيقدر يتخلى عن اصله. معك حق عدلي، الاصل غلاب. على قولة الميمي الله يرحمها، الله بيخلق اخين وما بيخلق طبعين. خليكن لبعض. لمين هذا الحكي انت وياه ولا؟ لا بس كنت عم بحكي لحمار. قصده يعني لرفيقك، لحبيب قلبك. والله يا عدلي رفقة هذا الحمار احسن من رفقة كتير بني ادمين. على قليلة هذا بيفهم على صاحبه، بيسمع الكلمة. مو مثل بعض جماعة مثل الحيطان لا بيفهموا لا بيحسوا. هاي يا حمار. سلام يا حيط. علي سمعته شو تبوجه او حكى لك حامي؟ اه ايه سمعته عدلي سمعته، بس لا ترد علي هلا، بس اوعك تنسى له اياها بالمره. بتعرف شو؟ كان جاي على بالي قوم استناوله سكين، انكتله قرشته نكت، تحمله اياها بايدي. مو جاي على بالي تضحك عدلي، مو جاي على بالي تضحك، شفناك فوق وشفناك تحت، لك هذا صياح ماله سهل، ومثل ما لك مفكر. شو يعني حامي؟ شو يعني؟ لك حقه قرش ما ببوش. لا سيدي، صياح حضمه قاسي ولحمه مر، هو الوحيد اللي قدر يعلم على بصخر. ما حبيته يا حامي، ما حبيت شوفته بالحارة بنوم. لك ما نزل لي على معدة يا رجل. عندي لك عدلي عندي، وحياة هدول لطالع لك يا من الحارة راكب أحمارته بالمقلوب. والصياح ما بيجي بالخناق، بدك تدوزل له قصة وباب زق ما يقوم منه بالمرة. اي والله يا حامد بوس ايدك.
دبر رشيد وبارا، خليه يطلع من الحارة راسه مكسور ببوس ايدك. لا تاكل هم، رح دبر لك يا بس طول بالك علي شوي لحتى ادبر حالي معه ومع غيره كمان. حكيت له كل القصة وقبل يتوكل القضية، ورحت انا وياه على العدلية وعملت له وكالة مشان يمشي بالموضوع. ايه، وقال لك انه بيحسن يطالع اختي من الحبس؟ رح يعمل كل جهده يا ابني، وقال لي بإذن الله رح يطالعها، بس لكن يعني الشغلة بدها شوية وقت. ليش ابن عمي؟ لأنه بده يفتح التحقيق من أول وجديد. الله يفتح قبر اللي كان السبب يا رب. وأول باشتان بده يزور كاملة بالسجن ويستفهم منها عن القصة شلون صارت معها بالضبط. بده يزور ابن عمي؟ ايه بده يزورها، وأنا كمان رح روح معه وبنفس الوقت بطمن على كاملة. مشان الله خدني معك ابن عمي، الله يوفقك. المحامي بده يروح لعنده بزيارة شغل، بده يسألها كم سؤال ويستفهم منها على القصة شلون صارت معها حتى يطالعها من السجن. انت شو أخذك معنا؟ بدي شوفها ابن عمي، ناطف قلبي عليها. بكرة بس تطلع من السجن بتشوفيها وبتشبع عيونك منها. يا رب تخيلك يا رب، بعتلي قتلي عليها. شلون شفت لي هالمحامي يا ابي؟ ان شاء الله شاطر. لا الحمد لله كويس وشاطر وبينته أبداي. يا رب يا رب يقدر يطالع اختي من الحبس. يعني ليش تحت تتوكل عنه بقضية لك فهمي؟ هذا شغلي عمي، وشغلي بيفرض علي اني اتوكل عن الناس ودافع عن قضاياهم. بعدين ما دخلني بالخلافات اللي صار بينكم وبين حارة القصاب. يعني بده يرجع يفوت على الحارة مرة تانية؟ لا عمي لا، ما راح خليه يفوت مرة تانية الا بعزه وطمه. منيح هيك؟ ايه منيح كثير، هذا بدي اياه. بس انا راح اروح لعندهم على الحارة. شلون؟ مشان من هلا تعرف عمي، انا راح فوت كثير على حارة القصاب لحتى تنحل قضيته للزلمة. لا عمي، هذا الحكي مو ظابط ابنه، على حارته مالك روحه. ليش بقى؟ اخي ما في ليش، كلمة ورد غطاها، على حارته ما بتروح، احنا ما بجوا لحارتنا. يا عمي هذا شغلي، ولازم شوف صاحب القضية لحتى مشي له شغلته، بعدين أنا مالي رايح على حارته لحتى أتسلى. بس فوتك على حارته مو عاجبتني بنوب. وهذا شغلي عمي. مزبوط كلام صغير يا أبي، الزلمة بده يشتغل. معناها غير شغلك شغلة تانية بكون أحسن. شو هالحكي عمي؟ أنا تعبت على حالي ودرست لحتى أصير محامي، وهلا هيك بهالبساطة بدك يعني غير شغلتي؟ شو هالشغلة العظيمة؟ كنت عم تشتغل شي بلا، اشتغل شي تاني هلا. يا بي انت شو عم تحكي؟ شلون بده يغيرها بشي تاني؟ معناها بتتنازل عن القضية وتفهمها بعزه، يلاقي محامي تاني يتوكل بقضيته. بهالحالة لا انت بتروح لحارته ولا احنا بنجوا لحارتنا. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي. وإن الله يعلم غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، عجزت بما